ايت ما يستماس لم نيوش فلكم يقع وسيلة يتفرج قدناك منيني تمديت نكم تنبارك تسمكم دنبارك ان شاء الله لانو ساكم دي تلفزيون نتزاير سلما حطت نور قرن دي تنوبة مرحبا يتلت تساكم ان شاء الله ما كل تنوبة مع منا واني جيون الا ان من لن بمعسن تطفي اني ان بمعسن الفايدة ان شاء الله يقع وسي الا يتفرج الناس تمرت نتزايريني سو صغار نتمرت نتزاير ان شاء الله نمل تكون ما دي وحدي ان شاء الله تنوبة وان شاء الله لا انس خطاس الاركان الا انسيول مدام لا يورن اكتوبر يورن اكتوبر معروف سمنا ون المناسبات لا انسيول سلم مناسبة اتلا مهمة اكتوبر اتلا ما كنت ثمان سنين يور الوردي يعني الشهر الوردي يعني اكتوبر الوردي ما كان قار الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني الطن نيدمار ما كان قار كمل طلعت حضر معنا الدكتورة منصورة غطاس اتلا منسقة الخلية الجوارية للتضامن أمس من بلدة عمر اتلا تبع انتقورت إلا الخليته تبع الوكالة التنمية الاجتماعية إلا أنت سيول صل موضوعه كمل لأن سيول سيكت المناسبة مهمة جدا ثلاث خطة ليماتي خطا 15 أكتوبر ألا وهو اليوم العالمي للمرأة الريفية أن سيول خاصة نسن شين نيغل من تبلاسين إلا نديس المرأة الريفية إلا نخدم أنت تعفار تعتم صحس المجهودات نسن أن سيول تشاريحته مع الدكتورة كيف لأن غنى الروكن فيتسن أنزوا أن سيول استمقراوتيني جمعية أبريد من الخير أما سن القصر نوارق رندا إلا خنسيول نشاطات نصن بعافير نصن نسيول خاصة سلعرس الجماعي إلا يخطى الخميس إخطان المناسبتين يستنوبيو أسني كل سليان إلا هنا ربطني يصلح إن شاء الله ربطني هنا يشاس إن شاء الله ساعتنا الخير إن شاء الله إلا خذي خطة معايا إن شاء الله الركنو الأستاذ محمود بوغاباي إلا الرئيس نتم قراوت يعني رئيس الجمعية ما كان لا يحضر معنا مطنا منصور بسيماني لا العضو مجلس الجمعية خنسيول سم قراوت إن شاء الله قبل ما نبدا ان شاء الله امس الحوار تو نرحب الدكتوره منصوره غطاس ما كاين لا منسقه الخليه الجواريه للتضامن امس بالتعمر توكورت امنيني دكتوره غاب الشام دمبارك مرحبا سقد معنا ان شاء الله مرحبا سيدي معاون ان شاء الله برك ان كا زار ندينا ان تبع ندينا دافنا كا تكون لو بنينا كا باش نيوش تفاؤل لنا داني الفن ان شاء الله دكتوره يعني لا يعني عجبنا الحل ده وحديني ابها قيمي لان بي مع مطاط في كل المرات ان شاء الله قبل ما نبدا مع الحوار انزوار اللي كت هذه العدد يعني تنوبه يعني تيفيرتون تنوبه يتلا ديك الانشوده ديك نحو في بها فرقه تلا ارض خان تسيول سننا مادام الموضوع الا يخص يدنا تيزنان دي ما كاين لا نسيول الغربه كاع وسيله الغربه اللي تفرج قدنا ان شاء الله سنبلغ سلامنا ان شاء الله انزون سل ان شاء الله احوفوا مع بعضنا قد نعاود يدوا ان شاء الله اللي غسر ايما اللي غسر لا ينجم اللي غسر ايما اللي غسر لا ينجم اللي غسر دايما اللي غسر لا ينجم اللي غسر ايما اللي غسر لا ينجم اللي غسر ايما اللي غسر لا ينجم اللي غسير دايما اللي غسير داين جما منش نضان زوان غيفي غيستر جدت اللي غغلان غيستر جدت اللي غغلان منش نسان لغديسن سل غربة جاري موران سل غربة جاري موران يتلو ياين وشوني سوفار ارفس مديو سوي النار يتلو ياين وشوني سوفار في اسمي ديوسو النار تقدر تنظم ميتي فيرين بلبلي تشكرتو عمار 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 اتلو يا ايد والسن مزي
أما سنجم مين طرار يتلو ياين والسن مظي أما سنجم مين طرار يمدو تشال نطفي فسن أغلى المجل نصوضنا الشار 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 سن وغلان أيبهان والسن وغلان أيبهان ألا سنسن داز جرار والسن وغلان أيبهان ألا سنسن داز جرار والسن وغلان أيبهان أيوش سوضانا الوغلان ترد غفنا غضرا نمار أيوش سوضانا الوغلان ترد غفنا غضرا زمان اللي غصيغ دياما اللي غصيغ أيما اللي غصيغ لينجما اللي غصيغ أيما اللي غصيغ لينجما اللي غصيغ دياما اللي غصيغ لينجما اللي غصيغ دياما اللي غصيغ سي حوثنو يبهان ايتما يسماد نعاود اللي بدا الركن اميزارينا نسيول سلمى حواري لان مهمين جدا يورن اكتوبر الا هو المراه نبدا سروكن اميزار المراه اليوم العالمي للمرأة الريفية لنسول مع الدكتورة دكتورة منا اليوم العالمي اللي يتصادف كل 15 أكتوبر دي سوغاس إلا تهتمانس المرأة الريفية منا المرأة الريفية بتنخصيص المرأة الريفية أولا بتنخصيص المرأة الريفية المرأة الريفية أنت تكون تمطط منتجة غرس الإنتاج بدر مهما كان نوع من الإنتاج سواء قوس الريفي مليح عينتو يا المرأة المنتجة، المرأة منتجة الوسط الريفي، يدير غرس الخصائص الطبيعة كاع عايشة ديسن، خصائص تنينا كاع بدنا عكسن في طبيعة ما النشاطش، أنت تعتبريت تسمى إلى وقت قريب تعتبريت نشاط اجتماعي. بصح دركا نوشاش نتحاول باش نوش القيمة باش مدنا الفهم بلي ون نشاط اقتصادي. جميل. لكن يعني قصرت أما كان لانفورمال فدير قادر كيبا تكون غرس لا دروجيستر لا بطاقة حرفية لا بصح تقيم غرس الوزن سق السيركوي من الإنتاج غرس الوزن سق في القطاع الاقتصادي في القطاع الاقتصادي عامة مليح لكن شينا نيلا المتداول دكتورة نيلا نسن اللي تلا المرأة المنتجة مسحتو تعتبر المرأة المنتجة الريفية الوسط الريفي في الوسط الريفي يعني من بدا هاد الفرق إلا باش نفرق بيناتهم يعني بدا هاد المزايا إلا زايدة سيس ممكن إلا تختلف بيناتهم يعني تميز بيناتهم ديال المرأة المنتجة العادية تلا المجال الحضاري المرأة المنتجة الريفية الوسط الريفي هل يديس لبعض المميزات بيناتهم يعني لبعض الأنشطة الخاصة ممكن دايرين الغرس لبعض لي زافونتاج ما كان قاريني يعني كيف كيف طمطوط منتجة وسط ريفي نزمر نغر في دير الدور بريمورديال ريادي يعني دوكا لاشكاع لاشكاع يتشاركات تشجعن في الانتاج انت تتلا الانتاج شي لا العكس من المراه المنتجه هنا اسره منتجه وسط حضاري كلش سدوس مؤسسات تعليميه تكوينيه يد المارشي تزعاليك باش تسوق بصح وسط ريفي لا تقريبا زمرا من غير جارس المحيط الدائره الصغيره انت تدمان قالت نتجد فقط انت الموارد قالت استخدامت نقل الانتاج احتمال يعني دركا قاعد قي 100% بصح احتمال اصلا وتعزيم وتزري قاع من قبل مؤسسه التكوين ولا تسن اصلا باللي الا شرى بس يحسن سق الوضع انت تقابل السيس كيما راه عايشه قلت لك اما كانت تتمتخيلات وضع اجتماعي انت انا نتحاول درك 2024 باش نتفوس باش نغر باللي يعني الدور مقي يحبس يلدع تزمرد شم اتعد الجزء دازعلو كاين الجزء مهم سق الاقتصاد
الانتاج المستدام. مليح. مروه منا امو اطبيبه، انت نقرات اليوم العالمي يعني على شتى مناطق العالم من الفئه يو. تعتبر مارو النسبه يوني الفئه يو نسبه تستزعلوك تين التكشيش تزعلوك علاه؟ تزعلوك تختارها تمطوط الوسط الريفي ان زمرا نغرب اللي غرس العلاقة يعني مباشره س عالم الفلاحه الزراعه كيك منظمه الفاو غنا 45% الى تعود قلب عطم البلدان الناميه حتى 80% سقت سنان ننتج منتجات العالم يعني قطاع كما نقار فوس العامله القطاع الفلاحي والزراعي بشقيه النباتي 45 الى 80% قلب عطم الدول الدول شرق اسيا 90% سك زراع الارز نتحدث في الزراعه بحد ذاتها يعني كاكتيفيتي ايوا 90% تيسنن جنوب شرق اسيا ويعني و ما شاء الله ولا نتخيلوا الرقم على المناطق هي مي راك غنا 45 حتى 80% سك اليد العامله القطاع الفلاحي تيسنن سواء يد عامله يعني المهنه مباشره معناها الفلاح تبتح الغابه تبتح الجنان بتساوي سواء المهنه تغرس العلاقه الفلاح بتحول منتج فلاحي انا تيني ناقه خدمت الفرماج تيني ناقه تحول التيني تيني ناقه خدمت السعف والسلاله قاعد يتشرى غرس العلاقه الفلاح معناها مع نسيو 45 ال 80% قد الرقم ذاك جديد كيد عامله كيد عامله هاد الناس التمليك هل تيني نو الا نخدم انت ما كنقر ملكنت الاراضي ملكنت تيمورا يعني ملكنت المجال الا نخدم نديس يعني يعتبرنا يد عامله يعتبرنا يد عامله اللي يشو على بالك يعني وقع مع عدم التناسق جار العدد داك وشي راك سمعك يد العامله 45 80% عندنا في مقابله سقموا لك الاراضي حسب منظمه الفاو 15% فقط برك سمو لك الاراضي المستثمرين بالمجال الفلاحي تيسنان سبحان الله يعني باش تزرد الفرق يعني ادي قيم الداد يلا دور الهيئات المؤسسات تمكين الموارد الانتاج سواء تمرت بحد ذاتها اينك مصادر المياه اينك التمويل المادي يعني تشرايو نورمالمون خلاص دوك 2024 اصلا سق الاهداف الالفيه الثالثه المخطط اليونسكو 2030 انه نحقق توازن جير الجنسين الامتلاك موارد الانتاج كي السوالف كيد عامله يعني السوالف الامتلاك موارد الانتاج ليه اكيد يدي بعض الاسباب الا الجن طمطط الا تملك ممكن اكيد اكيد فتاش غير تزود تخدم وخلاص هي الاسباب ان زمرات نقسم لسند الجوانب جانب خارجي اسمك وجانب داخلي اما نتات بحد ذاتها دوكا كي مع نسيول في طمطوط بالوسط ريفي مرأة ريفيه معناها طمطوط اصلا المستوى التعليمي ماهوش قد المستوى قابل تصيود بتخمم امتلاك مورد الاخر المستوى التعليمي احتمال العادات والتقاليد الاعرف من المجتمع دائما مع نسيول في مجتمع ريفي اشنو غنى انا عايشين الحمد لله بوسط اشبه منه للريف المدينه نسلمة معناها مجتمع ريفي نسلمة معناها طمطوط باش تفوق تغر تغر خساكيدي بعد عادة أنش مريز المورد المورد الإنتاج مراك شراء داخلي يعني أنت كتكوينها احتمال وتعزيم قاع احتمال وتكون قاع معناها أصلا قيس الأفاق سينا قيس الطموحات أنها تكسب ليش نغرس الطموح أيوة شراء وضد خارجي أنه الرهانات العالمية مع نسول في الإنتاج الفلاحي نسول في الأمن الغذائي العالمي أكيد السباق من العالم فدر طمطوط قوس طريفي مستحيل بتزمر بتعدن يعني ايوا باش تجارة سرعة التطور التكنولوجي هنا المكنة نقل بقرنا ميدان الفلاح هايتو فدر سنود العوامل نتجارة ريسن باللي انت هنا قاب عندنا السدير القدرة المادية ايه اكيد ما راكش بين ثلاث مشاكل زعليك انهم التملك تمرت الموارد المائية التمويل المادي مليح جميل نجي نسول المنطقتين لاديس المنطقه الجنوب يعني منطقه ورقرن توكور دينين تليم كخليه جواريه منا خليه جواريه تلي دلمون سيق يعطيك الصحه طبيبه يخدم منكم يعني على العام مع الفئات
المعوزه الفئه زعما الخدمات الاجتماعيه الخدمات الاقتصاديه يعني نغركم التواصل تليم ثاني نقطه تواصل يعني همزه تواصل بينكم بين بعض المؤسسات بينكم دينينو المراه الريفيه يو لبعض المؤسسات ممكن حكيناك حس التظاهرات كيم اليومو ضبط النشاط دي عفيرني تنتقم اليوم مع المرأة الريفية المنتجة مع المرأة الريفية المنتجة سنة ثلاثة قد فات 15 أكتوبر نقول احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية نقيت تمس قاعة بلدية تقرد نخير أسقس بلدية تقرد قد تظاهر أيوبها نقول قد المعرض ولو أنه ده جديد بالصح نحاول نبين ليس مختلف الحرف أجا بينتوش الخاصية اولا فدير البعد الاجتماعي بنحافظ في دم الموروث في دم انفد العادات التقاليد المنظومه الاجتماعيه لازم تقيم لازم تستمر معنا وثانيا نفس هالحرف نحاول باش نوش القيمة اقتصاديه الحرفتنا تدناوي معنا 2024 نعاد نستخدم يتشرى فدير الالات نستخدم الانترنت التسويق تو فدير نخدم في سن ديال الفولي مليح قال معرضون نود الحيل الاسم اهم الحرف فقا ام خدمتين فلافي نسعفيتو التحويلات من المواد الغذائيه الورشات من التجفيف التقطير الحفاظ على البذور المحليه احتمال المحور ثاني غرس الاهميه تزعلوك الحفاظ في المنظومتنا كان الفلاحيه المحليه أضيف إلى ذلك الحرف التجديدين نتشان نزار ديسن التجديدين بالنسبة للاريجيو بالنسبة لمنطقتنا أما صناعة مواد جميلة مواد طبيعية محلية جميل هنعم بلا الناس يجيتوا الحوايج ممكن مع ماتنا فيصل أني سكن لبعض نتصور وقت نزر الدكتورة نتعلق في اللاسنت شتي ما كلا نزار تو يا شو تصويرت أهم الدورات كانت جيت دايما للمرأة الريفية موجهة للمرأة الريفية المنتجين حاملات المشاريع نتقيت انت بالشراكة مع وكالة القرض المصغر نتقيت انت بالشراكة مع المعاهد أقام توفر لاريجيو معهد التكوين المهني معهد الفلاحة الوحية لينرا تنين نشطنا مع الجمعيات الدقيم يعني البيلي كما نقولوا احنا لعرس تزعلوك تم الخدمت باش تسق الإطار منظم إنا فدير موجه لتسنى نقا نورمالمو أدستفاد نتسق سق الحركيته تقيم الجمعيه يعني قبل وبعد كل شيء يعني كان كخليه جواريه بلا الجمعيه قبل من زمان يعني الجمعيه انت تلايم تيزنا ايوه الجمعيه انت تقابل تلايم تيزنا انت تتقاعد تيتشاش الديناميكيه المستمره انت احتمالات تنزر صح نزاريت متسنت انت حاسنت بصح الجمعيه انت تقاعد تلايميت فكره كما نقولوا احنا موحده الا يبها كمل الاولاد القضيه تفكر ديما مين لا المنطقه الى نعاش نديس نغرس النمطني الى يعني كاع حسنوا انت بعضهم ماشي نقهر التواصل اللي تكون هذه بعضهم ممكن البعض الشيء تصوروا الدورات يعني سيتشات اللي تقاد باش ادات فنيك التطور دي خدمنا ام الدور تحديدا تنقيت ماي 2024 تصورت الاولى خلاص نقيت في حاملات المشاريع كيف اتحول من فكره الى مشروع يبها نقاس كاع المحاور السماني بدات نبدا التسويق نعم التسويق التمويل المادي الالتجاء للبنوك للصناديق صناديق تمويل المشاريع قاعد شرايو اسم محاور على عده ايام المهم فدير انجح الدورات جميل انجح الدورات لان بعض النماذج اللي يقورن الحمد لله يقورن لان فوند الحمد لله الحمد لله انا دوكا هي خدمتنا اصلا قيت بدا تهسو يعني غزت سنوات دوكا متراكمه لان البعض الصفر يعني نويت غرسن شغرس لها الشراء المركز التكوين المهني تعاد غرس ديبلوم مركز التكوين المهني لغرفة الحرف تعاد غرس بطاقة حرف حرفية ومن بعد زوال القرض المصغر تعاد للبروجي تعاد تستخدم كزيك تشوضة تريد نطين تسنى تريد نطين معاس ما شاء الله يعني مع الأفاق إن شاء الله ممكن نعاد أنت مؤسسات وشركات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الشراويض الثانية عجبية خاصة كلاريجيون تاع وادريغ تقورت وما جاورها الانخراط متمطوط التكوينات الفلاحيه هنا الزراعات الذكيه المستجده يو الاقبال داز عليك معناها تقيل لي غري قال لي غري التصور باللي بان عاد يعني نعم بان نوض المرحله يعني شرا ما كان قاري زوايش عاف
يعني تضم من تتم أمم ما سارياس إبها خاصة لأن سني ما ردنا سنسيو لك حس الوقت الوقت اللي يعر أرقز واحد ممكن أخذ قلاد الحية كمل أمي توت في طمطوت الحمد لله التعاون إلا نتعاون الأرقز كمل التعاون في العجلة الاقتصادية في التنمية الحمد لله إلا تقول كمل الدول ثلاث سهلاس الحمد لله يعني ثلاث قور ثلاث سهلاس يغلب خاصة حاملي المشاريع إن شاء الله هنعمل إن شاء الله تكملنا دي قور إن شاء الله تكملت تعمم الفكرة يوم باش نعد كاع مدن ايجابيين ومنتجين نعد غير مستهلكين خلاص خاصه المواد المحليه اللي نسنت المواد الطبيعيه الذي سن فيت تغلب واش من ادرى طبيبه انظر المحور فيت سن طبيبه ما كاين سن من اكتوبر الوردي الطني دمارن ممكن البعض نتيزدنا ندنا نتنا تسمتنا اللي نتفرج نتمدنا اكيد تقيم بعض الخرجات اللي تقيم البعض الدورات البعض الحملات التحسيسية حكينا كحف لازم تحكي دانا كحصة طانو هذا بينا ديما كتذكر سرت ويدنا نتنا يعني ديما المناسبة بها التاسد مصح يعني للأسف زغل البعض ليش نغرس الإقبال صح انت اكتوبر الوردي علام تركزي خدام جو اكتوبر مش كشغل لازم المجتمع قاع لازم هذي يكون مركز معنا انت مين ما سرطان الثدي طمطوط بصح قيت صابه طمطوط واحد قادر هذه صابرياز نسبه 1 الى 5% يعني نسبه مش هينه قي قليله صح واضف الى ذلك لا كان انت يصاب طمطوط بصح الاثار من الاصابين بطشوا شاقع المجتمع معناها انت نورمال مود الموضوع يخص المجتمع كيما راه خطره طمطوط انت العرس انت دارت صح الا كانت زوانا نادوتنا دون معناها الا ايوه امي يوض ليغان سمي طود طمطوط ضياض المجتمع ضياض المجتمع ايضا فعلا انا اكتوبر دائما كخلايا جواريه تابعه لوكاله التنميه الاجتماعيه دائما قلنا البرنامج في اغلبه توجهت المناطق الريفيه المعزوله يعني انت دائما قافله تحسيسيه بس ديجا نبدا ديسي تقريبا دوك ان شاء الله هتنكمل قافله تحسيسيه وبيت عددي انت انا كطبيبه خلايا جواريه انت انا طبيبه المياري انت معنا ساج فام انت معنا بسيكولوج خاطرش كاين الجانب النفسي لازم ثانيا قبت نهمل الموضوع بالذات نتقاسنا كشغل توعيه وتحسيس اولا نصائح سماني تصد الطانو على هي تصد الطانو باه كانت تشاش الاهميه تزعلوكتو ومن بعد نحل محور الوقايه فدير باه بتزمرد شم على مستوى كبرك باه بتزمرد بتسجل باش اتصوفي ديما نمشي اولا ان شاء الله قبل تضن وحتى في حاله ما اذا تضن باه بتزمرد بتسجل باش تنقدد الحياه ومن خلالك الحياه من العائله تشيتاس نت المطويات ومن بعد كمرحله ثانيه هنا تكميليه نتقاس الفحص مبكر فحص مبكر سواء كلينيكي محض يعني نتشانا بركة نقلب نتشانا الساج فام هنا أم الخطرة وقات فات مع عيشة المنظمة القابلات الجزائريات نخدم لس سليكوغرافي مامير نخدم لس الماموغراف فدير مع نشوك الحالة نعاودة نوجه الأخصائي الأشعة نتساء أسيق الراديو ومن بعد ننظر نتيجة الأخر في حالة ما إذا لازم يعني بتسبع عشان نتكمل التسبع في حالة ما إذا ظهر ما كانش شيء هذاك هو الأمل نتاعنا يعني نتشانا أصلا أكتوبر عليه مديور باش نتشانا نطمن يعني قبل نسقم ألا دي ساطا وإنما صح. العكس نتشانا نحاول نسبق ترى إحلاس السرطان أي نوع من السرطان خاصة السرطان الثدي عند المرأة تكون نسبة تصبح المراحل الأولى مليح جميل يعني ما دام تكتشف في المراحل الاولى أيوة. ان شاء الله حالة الشفاء ان شاء الله تكون ان شاء الله مضمونه من تحت أيوة. مكان قار يبها يعني تقريب التركيز يتاح للمناطق الريفيه يعني من المناطق الضل ما كي تتسمى بحكم من الخليه الجواريه تقريب يخدمكم ميداني ايوه يخدمكم ميداني تيرا. تقريب لش لعب بديفه فلانة بلا ما نقول قافله أيوة. قافله أيوة. انت اصلا تعالي السقوم اكتوبر باش نحل القافله الجواريه قضيه تم تقارن كتوعيه كاقبال مادام كل سقست قم توعيه كل المناطق وين المناطق الحضريه يعني اتزدان ما كيت لي تزار مسكو التوعيه تلاتي قوري كحت تلاتي ود الحق اسما كين قار والله يعني ساعات تصادف مع الانشرات اكس فرحن حقيقه اكس فرحن يعني الخدمه قزوه قد زوا باطل تعبد بس حتى في النتيجة مالقري كل صح صديق لاني النقا صح يعني
لا غالب يعني الانسان نورمالمون قبل يغفل في الصحه حقيقه، بصح انت انشغالات الحياه يسمى انشغالات الحياه اكثر شيء تقريبا وباه نقار ثاني مغا المناطق الريفيه وساعات تسافد الضمط لازم دي بلاصه باش تحت تقراضي وباش تقد التحليل زاردي تشرى مع الارتباط الدراري الاسر العائل زاردي ايوا معناها انت انا ما صنزوا نتقصد كي اللي نورا تتورت من الامل الا والاقبال يتعادى هذا من والو يتعادى روح كحالات تصادف من البعض الحالات تصادف كل عام نتصادف سبحان الله سبحان الله شوف انت دائما ثاني نكد غاس منظور التفاؤل توغي البدايه تخلص من الحملات التحسيسيه مع انه في النتيجه موجبه يسمى موجبه انه في الحاله كونفيرمي ايوه لن تحسس كما نقولوا حنا سلوجيع تمامش المهم تقيم تخيل دك طنطوط بابا لي عاد بابا لي صار بها با بصح درك العكس تزار هذيس باللي الشراء ايجابي انك تزويد لحد الا يقيم انفا مش لاباس عليه يوضن حتى ويسين باللي يوضن يوضن بس غير توضن باش هذيك كير انت قلحتنا بالي حبادي بالي داوينا بالي كل في الحل ما كيفاش كل ما ديت وقتاش في مبكر ايوا النسبه محلات حتى النوعيه محلات عاد هذيك الفرق كي يعني الحمد لله ملي انت العمليات التحسيسيه التوعيه نينيني وين تتمارس اي وين تدوي الحمد لله وين الحمد لله لا كان سدير نبعد امي راك في لبعض من المعايير مي الحمد لله نيف الحمد لله سنوات فاتت وبالتالي نشني دورنا كاعلام يواسي ويلحق بهكا توعيه يعني ديما نكمل نتركز ماذا بينا طمطوط الا الزم اضزوا انت نورمالمون على طول العام نورمال مي ديو دوكتوبر تفكر دبرك باللي غير من حياه الحياه ربي سبحانه عز وجل اللي ما يمحافظ في الناس جميل أيوة. جميل روح دكتوره ان شاء الله قبل ما نخدم ان شاء الله يتيزنا الا نقارنت الا نتفرج انت كاع قدنا سؤال المراه المنتجه الريفيه يعني المرأة إلا يبها إلا تعاد نغرس لي كونترول ما كان قارو تعيدي غير أكتوبر وإنما أكتوبر كنقطة اللي تتكرر برك يفكر يعني بها تيزدانو أمتينينو عاد نغرس نغرس الوعيين إلا نبعاد نتهلانتي صح تنصن تزرنت ما كاين إلا كامي توضن شيلا نغرس ترواز درقاز سد المجتمع دينين يعني ديك الحيت اللي نتوعر ونستهزي سيس ما كان قارسيس كمل كمرأة منتجة ريفية يعني بدات هذه الافاق اللي تقول مشكله كخليه جواريه كملت كجمعيه لانزار ما شاء الله ثلاث نشاط بدات هذه الافاق ان شاء الله المستقبليه اللي تقول مديس ان شاء الله. كان درك واش ان جلدا رسيغ هذو بالكاسكات لا تليت في الجمعيه تليت في الخليه تلي الخليه تلي الطبيب تلي قرا راسي طمطوط كربد في منم تخدم في منم انت الجانب النفسي اصلا يعني طمطوط يتقد الفرق داز عليك كاع الميادين سواء الحياه الخاصه هنا العامه هنا حتى الانعكاسات في الجانب الصحي مع طمطوط غير سماني تفرغ الطاقة مرتاحه ماديا سما نسبيا نزمر نغرب اللي طمطوطه كاع منتجه مرتاحه ماديا يعني نسبيا تشد من الافق سبحان الله يعني نفسيا اثر في المحاور الجديد في المواضيع الجديد اتعاد كله اصلا يمانس كله في التطور تطور سواء قلميتي سكا خاصة ميزرو النجاح اللي قلت ايوا خاصة ميزرو النجاح انت على المستوى الشخصي انا الامثلة قال من داس قربنت لديس مع انت تكون لبنت تتطور طوداس من بعد نوض ليش من مرحلة من الوعي الوعي انت كا بس يبعد بتح بتكل في الصح بتحافظ في مانس بتحافظ في العائلة بتحافظ في يعني يتشري وكاع مترابطين اثنين نورمالمون يعني قبل نزمر نفصل الشراء في الشراء أدي قيم رسالتنا للمرأة الريفية مجتمعنا وادري غينا ورقلينا على المنطقة الريفية أيوة المنطقة الريفية والسهانة سقد تقدم للديسي المجتمع يعني الدور النمارة يعني كانت ناس نتقيم ديس أكبر من الظروف اللي اسمش ما قد زمر تحدي الظروف تزمر داسنت بما أنه انت انا مغاك الموارد تقريبا 20 زار ديت كاع قبل المغرب منعدمه مي ضعيفه بصح الليل يعني البصمت نمت لا كان النحل كاع الميادين تقريبا في طمطوط لا وموجوده وحاضره فعلا ايبا بما انه الدور النمام مداز عليك لازم ثاني شما توجد القيمة يمنم تكون لبد في ما خير يعني دائما كل في ما خير جميل كمل نكمل اول ما بها دكتوره الحيت بها الى من زرو طمطوط لا تستغل المواد المحليه للاسف يعني
في وقت ما ممكن كانت مرأة منتجة ديما تلا مصح يعني البعض نيتشال نغرس نقيم تزعلوك التفدر سين على جهة لش نغرس نزود سوفوت سيس الحيتي لان تروى تعتبر تروى إلا الحمد لله الشيء طمطو تمارو تتخدم ديسن ثلاث سوفان غادي يغلب المواد ثلاث سوفان غادي يغلب المنتجات لان الحمد لله المجتمع اللي استفاد سيس كما الاقتصاد الوطني اللي استفاد سيس أكيد المرأة الريفية سق العناصر قد تحافظ في الاستدامة استدامة الموارد الاقتصادية والفلاحية عامة دباها اختراها أولا مثلا انقصي في المجتمع أن أنت كدير طمطوط بكري قاع بها تسق النسيج سماني تسد النسيج الصوف الصوف سماني تسد يتسد سقا ربي من الغنم إيبا معناها الدائرة قبل السبع دات تقطع إخدامتين فلافين السعف الطبق الأخر دا ثم من المخلفات متزدايت رياضة دي حل الغابة دي يخدم وكلش تزيد تنين ألون أولي وبدي تواطيش ها دي يخدم تشرب دي عاد مفيد باش تزرد يعني باللي صح سكتوغي تلا القيمة تمطط باستدامة الموارد دركا اللي استخدم المواد المحلية تحديدا أم تيني أم 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 أغي الأنواع أغي تخشي إن أغي ميلغمان المشتقات نسن مثلا مواد جميل يعني دوك عند نزار ريس صدى كبير ولاد الفعاليه يعني سبحان الله الفعاليه نشره طبيعي قيم نشره اكيد اي سنتيتي قيم نشره صناعي لاد ثقافه المجتمع تبدات تحول الاستعمال البيود اللي نشره طبيعي نيتو الدقم يعني لازم يتشريو لازم أدي أزلع المتقابين إني كل النتيجة الحمد لله تاني المرأة الريفية 2024 تلا الانجينيور تلا البروفيسور تلا التطبيب تلا كل شيء يعني الحمد لله نورمال مول شغلنا المشكلة الحمد لله الحمد لله يعني ندود الهدف صور الهدف المجتمعين الهدف ندولت كملت المرافقات اللي ترافق مشكلة ما مني يا طيبة بارك الله فيك أعطيك الصحة الحضور معنا تطفي الفاتي التي تشيد أنا سوين شنين سواء المشاهدين الحمد لله أكيد لن يغلب بإذن الله لش نارس المعلومة الحمد لله المعلم التطاوض التطاوض إن شاء الله كمل ديما تيويرانكم لنورينت أكيد باش يكون إن شاء الله لإقبال أي استفسار إن شاء الله دي التصص قدكم إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك دكتورة إن شاء الله أقبل كتوبة لضاتي لأن كمل معكم تطفي إن شاء الله أمين إن شاء الله صحة بارك الله فيك أيتما يسمعني ود لقدام الركن ميزار قبل ما نزوال الركن في تسنى نزوال اللي قن أحوف مع فرقة بلابل الحياة صغر من القرارة نعاود يدوا إن شاء الله سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك 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 ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك سبحانك رباه ارفع مقتك عنا اقبلنا وتقبل منا رباه ارفع مقتك عنا اقبلنا وتقبل منا ولوجهك وحدك أسلمنا وبجودك أحسن الظن ولوجهك وحدك أسلمنا وبجودك أحسن الظن ورجونا عفوك وأمان سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك سبحانك
يا رب الكون وبارئه وبديع الخلق ومنشئه لأحسن خلق تبدعه وليوم حسابك تظهره لأحسن خلق تبدعه واليوم حسابك تظهره سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك سبحانك يا من أقرب من لفظات وترى ما أضمر في ذاتي يا من أقرب من لفظات وترى ما أضمر في ذاتي بارك لي صومي وصلاتي وتقبل مني دعواتي فارك لي صومي أيتم إسماء سيزلوانو إبهان دي حويفنو إبهان نعاودي دوال التنوبة المرحبا لاني وضع الركن في تسني لان حضرا معايا ايدي وما كان قار سني نيجيون إلا تمثلن تمقروت أبريد من الخير لقصر نورقرن إلا يحضر معنا الشيخ محمود بوغباي لا رئيس نتمقروت رئيس جمعية نبريد من الخير أكنني مرحبا سكدك معنا مرحبا بكم إن شاء الله هسك دمبارك هسك لك دمبارك مرحبا سيدك جميع المشاهدين نداء تلفزيون الجزائر سوارقر ان شاء الله ربك يحفظ ان شاء الله هنام لله انسخط معكم الوقت الا دا واحد ديال الوقت الا نبغى ان شاء الله ما كاين الله يحضر معنا الاستاذ منصور بسيمان الا الكاتب العام للجمعيه العضو للجمعيه كنيني مرحبا سكدك معنا مسن بلاطون مرحبا الله يسلمك اما ان شاء الله يعطيكم الصحه الدعوه وان شاء الله وان شاء الله نسخط هذا الشيء ان شاء الله بيناتنا ان شاء الله ان شاء الله مرحبا سكدكم معنا نشني اكيد نفرح نزهان يعجب الحال أمي نزرو تمقراوين نزرو مدني لان تعفرن لان نغرس نلمس المجتمع يعني هو كأناس عاديين لله الحمد لله ربي يشانغ الصحة يشانغ القدرة يشانغ دون إلا نحاول لا نقلب صمتنا نقول لمسنا مس المجتمع كمن يبارك الله فيكم ربكم يقواس الخير إن شاء الله أستاذ الشيخ محمود أمينا تمقراوت أبريدنا الخير جمعية أبريدنا الخير قصر ورقلة القصر العتيق قمس نور ورقلن أمنا تمقراوتو على تسمى بريد من الخير ما كي تقول التأسيس على الأقل المشاهد الكريم إلا أدي بك يعني على الأقل كتنو بداس الجمعية نكون إيه بسم الله الرحمن الرحيم بريد من الخير يتسمى الجمعية تكون يعني نيجان خير نلايم نشاببنا جميل نشاببنا بس على الأقل أسنت سهل الأمر بس يعني أدقنا إسلام يعني براحة بلا تعب بلا شقاء يعني تقيم إمقران نعروس في ثلاثة يعني نواركرن قيمنا تمزيدة للملكية جيج المسجسنا 2004 يسمى نشأن قلنا لجمعيته ونقين جمعية يعني نخدم مجتمع كل قبله تكون جمعية بريد الخير يعني ندلي من مدن يعني زرين باقي يعني مدن اولا كل يوم تقريب ماكسمنت العرض جيجن ماكسمنت العرض جيجن يعني المشايخ مدن تعب باقي ما زرين باللي ادلي من يعني يسليان كاع في اشيجن يعني في اسمان تيك تنتات ادقنا الوليمه تيك تنتات باش على الاقل اتخف المشقه لا في مدن لا في المدعوين ولا في باب النسلان الله يبارك ما شاء الله تو يعني تقريبا 2004 2005 اللي انتو اسس الجمعيه 2004 2004 قلنا ليمو قلنا لك تمزيته مقرنه الملكيه 2005 يبدا مارس 2005 يبدا اول طبعه ما شاء الله نعرس الجماعه يعني بعد المشاورات يبدا ان شاء الله ديريكت مباشره اي طول ربي يبارك ما شاء الله انزول مطنا الاستاذ منصور
امين لنا جمعيه تبريد الخير الشيخ محمود يتفانخت ما شاء الله ان شاء الله يصادف ديريكت اسلام ني غادي جاك حمبع يتفانخت اسلام. هل الاهتمام الصغير للعرس الجماعي اني الغرس لبعض الانشطه على خلال العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنا محمود نمد نمر المجتمعنا امقرنا طلبنا ناظرين باللي لن يغلب المشاكل مجتمعنا ديش ديسلان ديش الميرات ديش الفلاحيت ديش تويزت بكري نتالي وين بكري ديش الاحتفالات اللي وقعت القصر يعني المولود المناسبات يغلب ديش جماعه نطهريت نقوم نطهريت ديش الارامل تكفس الارامل اليتامى الفقراء ديش المتمدرسين معناتها على اسندينغ مثلا سمنت ابريد الخير يعني اي ما نلاقي نبريد ديس الخير لابد تتفريس الجماعات تتجمعات هذه حادي على العمل جماعي اجتماعي ثاني ايوه انت في طبعه اجتماعي خيري ولكن الخصوصيه نتاعو انه يكون عنده عاد كشف الطابع الجماعي يعني قال مناسبه اتعت لي مدن يعني الهدف من زياره الجمعيه انه ما كيخلنا قلنا لي مدن في اي حاجه الا تخص المجتمع مليح يوجد ديسلان يوجد الفلاحه يوجد الطهاره يوجد الموسم الفلاحي الموسم الدراسي الاحتفالات الدينيه والرسميه جميل. المهم نحس باللي قال مصنع عيد المجتمع اصنع عيد المجتمع تبلاستيكت وفي مناسبه ايكت الجهود قاعد ملقى تبلاستيكت باش كنحقق النتيجه لنا وكل الله مع الجماعه قاد هذا انت مش شعار شعار جمعيتنا بريد الخير رياض الله مع الجماعه سبحان الله قال ما تبلاستيك قد الحيط الخير وحدك يا اخت نشين وحدي لقيت واحد وضن واحد على هون تمليقي ان واحد الجهود نقص تكاليف نربح الوقت قد الحيط بها جميل اكيد سبحان الله ربي يتبارك كل حيث الا نديس يعني أكيد. يعني تجتهد نديس تلايا من ديس ربي يتبارك اكيد اكيد الشيخ محمود دامين لنا يعني تقريبا تخدم في جميع المجالات عنده دواء اللي خصها برك تسبينا النقطه خصها تسبينا يعني هو غير يسلن جماعي وانما سبحان الله الجمعيه تتكفل العرس الجماعي زعما تقيت في عاتقها الا انت تتقول في هذا المجال الحمد لله وبالتالي توشص البصمه العرس الجماعي. حكيناك الشيخ محمود بين 2000 والعرس الجماعي طلعت تميزات 2005 حكيناك حس طبعتنا 2005 ديمارون ل 2024 ما كي تبدا دبت الحياه اللي انت بدلنا الشيخ محمود. ايه 2005 مارس تبدا يعني المشايخ ناكل العرش وحدس بدانا العرس نط ابراهيم قلت سمنت ومن بعد ولا انت بعد سقينا العرس نتسيسين توقين بعد العرس نتسيسين ومن بعدنا في الدول ودي حديث المشقه ايوه ديش يعني ديس الجماعه مصح ديما صديق اللي اي والله دايم ديس احنا نميز ما صديق ديس افرخ دا الا ملا في طبعة 2006 طبعة 2006 زرين المشايخ باللي الامر ويسيغور يعني ويشي الأهمية الجماعة باقي دير ديسا افرق من انك علاه ونتق يعني جمعية قلت انت لنا تستخلف الامر وبالتالي ساعتين 2000 طبعا 2006 تشد ليه من كل العروس والثلاثه ليه من يمانسن مش عند الجمعيه يونا بريد الخير مليح اعطوها شي ناس الطبع الرسمي جميل من الرسميات وبالتالي تيجي للجمعيه يو نقول طبعتين في 2006 الله يبارك طبعت مارس ديك طبعت جوي ما شاء الله ايه ومن بعد تحت يفقد استقبل الحجاج الله يبارك ايه ما شاء الله ايه يعني من هذا الاسبوع يفقد استقبل بشكل جماعي بشكل جماعي يبهار. يعني الاطار سيول يبان المجتمع كل الحجاج يعني نقصر كل كاي منها كتقد الحمد لله هذيك نعم الحمد لله لهذا يعني الجمعيه الغرض ما كنا يمقرن باللي الغرض دالي مدن ابا سيدي بان باللي يخدم قنتا لا هذا هو الشيخ محمود مشينا على بالنا باللي ميتو سكت الحيط التجديد باش تسقن عليك حميدني وعلى الحال ايه خاصه باش تقريك الحيط التجديد مثلا اللي كان كل قني والف هذيك سلان وحداس يعني هذيك ما كيخاص هذيك البهره جاي خاص هذيك حتى من الامور التنظيميه يعني الجمعيه عندني بهندس ما كي تقيم يسقن عن مدن باش نخرطن في العرس الجماعي اسكتوا في مكت المشاقين لاباس الحق نفول مشقه تميزات مشقه تميزات يعني لا مثلا اش كتقدر لان الجماعي الشو
بعد الشتة في الام بعد كاين واحد نسن مالو باش تقنع دمدنو لازم انت تفدنا من المجتمع لازم تقنع دمدن على الاقل يا سوال يا البصمه نفسها نفسها مسنان مثلا نسان لازم شكين تقد الحيت بها باش يعني المجتمع ما يزرو يعني الجماعه تقول حيت بها ويعني ادي تبع صح نشين بحال كسين بدا نبدا يعني طبعات وش نتقع ما شاء الله بهانت ما شاء الله يعني المشايخ مد الغاشي اول يقل مد يسوي يزرقع مثلا السنوالي ما مد قاع تخدم قل المشايخ قاع وسنت ما شاء الله على بالك مين عرض نعرض قاع المشايخ نورق نكولتس زر مد طبعين الا طبعه اكيد بنادم نفسيته يحز شويه الا استفمص الغيره كاين زر نش قال ولدي ولدي نفح ايوا وحدي ويدي شي مد نم وقعشتو حتى الجماعه مثلا انت واش نتقاع مد ورق نقاع الى حضر ذا الا لهذا مد اللي حافزو هادي زميدنا تاج تكمل تشكينه بنادم لازم تقد الحيط بها لازم تقد الحيط قلني خراج دي قلنا نو لازم تجيك الحيط تاعي لازم تجيك البصمه الا نستقيم يسلي الى المجتمع استقيم البلس كذكرى نعم مليح هذا هو يبقى يعطيكم الصحه نزور الاستاذ منصور استاذ منصور يمارو لا نسليا سوا سقوت بدي يميني ولا يمارو ما شاء الله يعني يكون تقاس الله يبارك لان الدفعات لان ما شاء الله ما شاء الله يعني قضية الانخراط باش تزود انخرط باش يذكر مع الجماعات ذكر النسلان مع الجماعات دابا هاد الشروط يعني ما كاين ديك الانخراط باش يسجل لي مانس دابا هاد بعض الشروط الا يلزم توفر اسليو يعني وشينا دابا الناس اللي ممكن يتسد باش يسجل لي مانس عاودي دوليك حمار اللي كنا نقطة تاع مزرتنا الانطلاقة تاع مزرت يعني تكانيك يعني تعر يعني باش كتقنع المجتمع هذه ندمج معك يعني في تظاهره امتو اني الايام نسليا في بلاستيك الليل لازم تعدنا لك المحفزات الا هاد الا الشاب غادي الا يعول هذه سي هذه زوج هذه زراش ما تقير وحدي كي ما تقير مع جماعة ما كي ما سقدك حتى اغراض محمود اولا اخراج وثانيا نوعيه الوجبه المقدمه صح. ثانيا من حيث السلطات الضيوف الحضور يعني السلطات الرسميه مشائخ. ربي يجازيهم كل خير والمشايخ يزينوا المجلس صح. وكان في احيانا يعني كحد دفعات نفو تحفيزات يعني يسليا يسليا عندنا شي مور من الشروط نتا في الجمعيه يعني انخراط العطل الجماعي اولا نتقاس الاعلان اعلان باللي الجمعيه ثلاث نوات تنظم العطل الجماعي التاريخ الفلاني باش نشينا كاينش انطرح كاينش ننسفق الاستمارات الاستمارات ليش كحل معلومات مهمه بالنسبه لنا كجمعيه مهمة بالنسبة لأي أي أي واحد اللي يطلع سنوات الجمعية خاصة طلبة الجامعة والباحثين وعلم الاجتماع وكذا ديس سميت نسلي ديس سميت نتسلت ديس تاريخ الميلاد باش كنزر كحال الأعمار السن معدل الزواج ماني للدورة ماني للدورة إحصاء كان يعاون كان إحصاء أكيد أكيد معدل الزواج ماني للدورة ديس ديس الوضعية المهنية دا خدام وهو دا خدام يخدم دولتي يخدم حر مهما يكون وكذا ديس الاتصال الاتصال وتصوير التصوير تكمل ديح المعلومات اللي متعلقه بالسلطاني كيف كيف إيه ولا الوالدين لانين لا شيء على قيد الحياه يعني زوان كذا باش ان بالصوره على هذا الاسليو الوضعيه اش مكتوبو باش ان شاء الله لانه المرحله تاع مزرت الجماعي انتهت مرحله التوجيه الارشاد التكوين ايوا دونك الاستاذين المرشدين رجل الدين لان الامام الى نديش هذه درس لازم عاد ناس نضرب اللي هو اسلياني قابلين الى قابل خاتني تسع زميني خاتني وجه ما كتقول وضعيا نسن ما كتقول كذا كذا باش كتختار المواضيع قال شيخ اخا كاين غو ستف بصح خا كاين غ باللي خاتت في ديك المرحله الا راهي مرحله مهمه وسهله المسؤوليات دي صراف للطباع وهو كيف كيف وكذا باش بنادم عاد مهيئ يعني لازم تكوينوا لابد باش ان شاء الله يسلان سادي يكون لابد لابد يعني الاهميه كانت بعد يسلان لابد شنو واخا نجمل كجمعيه سنين اتمعاني يعني اتمنع باش ويتيت معنا لانه في النهايه اللي تشنط المرحله الواليمه يعني زدتني نخطب ويتني شاور زدتني نحدد لضات ويتني شاور زدتني يقول الشرط يدفع المهر ويتني شاور يشنط غدا سن واليميت دونك شنين اسنار تطاونز برك نبهي باللي خادت في نكت المرحله مهمه لازم دينيا نعد نغس ثقافه دينيه من حيث الجانب الاجتماعي من الجانب الاقتصادي من الجانب النفسي من الجانب الطبي باللي زمركوها من زمرس وكذا باش كنعد مهيا جميل باش كنعد مهيا الشيخ يعطيك الصحه استاذ منصور الشيخ محمود يعني ديك الحيط الحمد لله هيسليان سوايني نكرن
صوينين لله ما شاء الله ان شاء الله خاطر كرنشي الخميس خطا بركه قيم الطبعه ما شاء الله طبعا 25 من تحكم في اللازم ربي يبارك ان شاء الله ربي يتمم ان شاء الله الخير امين بس نتمنى لهنا دوز ثاني بهان اليامات بهان كاع يتسليانو الى نكر ان شاء الله يعني ديك النعم تزعلوكت امي وفي المجتمع يبدا مع سن دورات التكوينيه لحيت الى تكون قبل يعني لحيت الى او سهله ديك النعم الى لازم نشكر ربي في اللاس اولا كمل نبارك المجهودات الجمعيه دمدني لا نبدن في اللاس الشيخ محمد انضم يعني بتا خانتيني قضيه التكوينات ودلحياتو الا شكني ممكن وسمت الحكم في اللاس تشريو لكن ديك نعمتي الا يبغضون عليها ما كنقى التكوين تكوين ان نخم لان بكري اكو شادو لك حنا بكري الا تيدي بلي شكني متلحقهم في اللاس نسي نحق التكوين ميخانديس يعني سوال سيسلي انا من الشين اسلافي خطا الا دير منصور يصحى مع مدنو أيوة طار منصور في 2005 اول دفعه اقول لك 2005 اول دفعه نسينا بكري إلا. يعني ادي سنة ليله الزفاف ليله الدخله هي كاس لي على بالك بكري اتزونت مزيده اسني الدخله زانت مزيان مسكتي سمسين الا هادي فدينا الامام اش حنا الامور حنا النصايح الارشادات حنا الارشادات متين تسمى في عجاله عندهم تكوينيا ايوا في عجاله بحاله بس مثلا ولكن موضوعك يعني من حسن حظ يعني نسلان نيمارو وفي الجمعيه التوانسين تقور مع سن توازن مدن يعني توازن الاساتذه الجامعيين اطباء نفسيين صحه ايما في الشرع يعني يوضح كلش يعني الا في حياتهم ايوه حياتهم المستقبليه يعني الامور سني قبل يسلي نيمارو الامور كان بكري لا شيء إمارو يعني إمارو نغركم قلنا نحضم قران تدو في مد يعني لن تشارك نولد الشركة حتى في قندج عليك الا تشارك كإسان تشارك كي تعاون كي قارك تمامك تمامك يعني يعني الاساتذه يوفروا وقت من يعني بين وقت يزيدين سن باش دشنا كس علم الامر وخا قداش يعني الا من بعد نفق ندري باش دشنا حد تسع زوم ما دشتش كنت في بلاش الحمد لله في بلاش دشنا بدنا كي نتا ما تاخذ تكدين لما تاخذ ساعات يعني نمشي نتقيم مع سن ساعات الامور يعني سواء تفد يعني في الواقع صح تبدل الفايت تسيز تبدل الفايت تيه لكن مشينا سبقناك صح الامر يسري وبالفعل وما تشكين تيلي تتزارت يعني ولا سكنك تقبل صح يعني قبل وقت صار قبل وقت صار باش تطد البياج بحال قال لا وبالتالي ديك النعم تزعلوك لان تو خاك داسي نحد نغركم خدي يكون حضركم تسين الطبيعس وتسين متى يكون يتقل الهلس ما الطبيعس يسعلم ببزنا الناس خدي حد يزيد لازم تعود شكل مهيئ صح تسين متى اكيش القواعد الا ما كي تفهمد مع اسمك كتقول على الاقل باللي لا نغرك سبقنا نيسان ما تخلى ما خاط صرفت مع يسمى الشريك الاخر الشريك الاخر جديد الا يعني بها ما كنا ديك نعمت الا يغلب المجتمع وتكتشف انت وبالتالي نحمد ربي في الناس الحمد لله نكمل انه شد عمي رقازني الا نبدن نعطيكم الصحه دوسي رجال خافي الا نبدن انزوا ما منصور ممكن البعض نتصور الا مع منافيس المنطقه سقطه سواء انك حس الكواليس نيسلان ما كيبدا التحضيرات ومتعاونا ومتفنش ممكن نتاع الخميك حس تصوره والله هي تحضير تقريبا يعني ما كاين قضيه الدفعه انا نخمم دفعه الى كورنت اولا فيك دات انتبت للدات يعني باللي الفلاني نلقى المنعوت الجماعي ثانيا الجانب اللوجيستيك يعني الوسائل الماديه الضروريه للعرس مثلا العتاد اما الخيم اما الاعوان أم الاناره وسائل النقل كل الامور لازم تضبط باش على الاقل ونتوضا لسن نقول لنا في منا باللي الحاله تاعها ان شاء الله الحق يعني بهان يعني تحس بلي المجتمع كله يتبدى لا للجمعيات اذا ضريت المجلس يعني مقران ديمقراطي في شر يعني ولا الاجتماعات الماراثونيه اللي قبل اسلان يعني تبدل معنا تعاوننا تشاننا الراي مع جمعيه ثاني مع الجمعيه ثاني تبدل معنا او الجد وتبدل معنا خدام تبدل معنا في كل شيء باش ان شاء الله تخطى الطبعه في احسن صوره جميل في احسن صوره ان شاء الله القضيه التحضيرات ودينين استاذ محمود الحمد لله تفهم التكاتف من
الحيات الاخرى دبدي انيس دغنا قسك لان نسو تبراتين يعني الحمد لله تكاتف من جميع الجمعيات الا انت اولا دخل القصر اني خارج القصر الحق يعني المنبر اشكرها كاع اللي تعاون انا اللي بد معنا الحق يعني المجتمعنا كل ما كاين الا سيرتو نقصر المجتمع كل يتبدى حق يتبدى يعني بجميع كفه ايه تيز دير غاز الشبيبات الحق كل تبدا مثل المشروع عمو تيش يعني بدنا تلا وقفه نقيم دام بدنا توقفه ثلاث تودي سرين تترين سرع ما شاء الله باش يعني الامر اللي يسمر كاع المجتمع تكرمين سرع غير باش يسلي لنا دي خطا اليوم بها مرتاح مريقل ام السلطان يعني زيد السلطان ام السلطان اسليين لنزي يعني ويتقود الحيط ما شاء الله انت للهس الحق يعني الحق يعني كيما نقول له يا لو كان الوقت بتتساوي ما شاء الله يعني كل شيء على عاتق الجمعيه وعلى عاتق الجمعيات ما شاء الله ايه انت عليه انت عليه غير يبدر بالمشاركه الله يبارك لنظروا غير الجمع الاجتماعات الماراثونيه اللي قبل الاسلام تحضيرات اكيد تقول لي قلنا شنو مهم تسمى كان تزار تصور ممكن ماتنا فيصل اني عاود لبعض نتصور تحضيرات العاده الدينيه ود الحيتي اللي نتسهل يعني باش تبيد بدنا بالنسلانه كخدم منك دوج ود الحيتي اللي نتسهل كملنا نزرو اللباس موحد ما شاء الله يبرنا الزينين اسكو يد لباسو على عاتق كل سلي ديال الحيت السينما ممكن لا شنين على كل حال بين مميزات العرس الجماعي وهو مجرد انه تلاقي مد الشباب اش كتزوجن تقيناشنا من شيت الوليمه الشرعيه تفرقتن شنين ترعى البعد التراثي والثقافي لهذه المنطقه يعني شنين لورقرن وفي جنوب البلاد ربي يحفظ الجزائر ان شاء الله امين امين يعني باش يعني اشوني زرين تصوريت لازم هذه يحس باللي لورقرن طبعا ايوه باش باللي للجنوب الا الجزائر دونك لازم بمناسبه العرس الجماعي نتحاول نركز باللي ماذا بكم يا سليان مع احتراماتنا الازيائي ضدنا كاع بصح ماذا بك سلانك قال ارضراد تقليدي بسيط عادي الا الموني خاك زرن قال لي غورقن لي غزاير هذه تصوريتو تصوريتو من جنوب الجزائر ما شاء الله بالنسبه لي هذه هي الرساله جميل دونك ربما اسلي كتب طموح هذه قلد هذه زوام زوف لا غالب ولكن من بين توجيهات الجمعيه وتوجيهات الاساتذه المشايخ قال ودي ثقافتك وتراثك وعاداتك وتقاليدك اذا ما حافظتش عليها اذا ما تحافظ في السكين ما واخا تحافظ في الناس خاصه المناسبات اللي على كتاب قراني بالاضافه الجانب الديكور الجانب الصوره الجميله تقد الذكرى اش ما كيرد انت ما كيرضنا يتماس ومن بعد باش تبي تصوري مع شي ستات مع استقم باقي الذاكره سبيلي اسلاني يزوج معايا فلان فلان يرد كيف نفرض نفر كيف كيف وكذا كذا دفعه كذا دفعه كذا ان شاء الله تيتوضم ما شاء الله الشيخ محمود دفعه تيتوضم ما شاء الله الشيخ محمود دفعه دفعه رقم 25 25 ربي يبارك ما شاء الله كل دفعه ما شاء الله تسميم اكيد كل دفعه تسمت دفعه وتم قالوا تبت تسميم الشيخ محمود تقول انسمت اسم استاذنا الفاضل يعني استاذ التاريخ الشيخ عبد الله السايح ما شاء الله الشيخ عبد الله السايح وكذلك معلم القران المرحوم بنيزة احمد حمد بعلي قارئ السنة مس نقصر يتوسم حمد بعلي الشيخ عبد الله السايح يعني استاذ الاجيال يعني من يعني قريب من نهايه الستينات بدايه السبعينات انت لا يدرس يعني في ثانويه تقريبا قيل تقريب 2000 باش يتقاعد يعني ما شاء الله ديك الاستاذ اللي يعني البصمص يعني اني نستعزم لاندي جدي لا يشوف الحياه سي التعليم ما شاء الله سوا سوا يعني انسان الي مو دي غلي التاري لا تاري في التاريخ نوارج لن نوارجلن لا تاري دي خالي ما هو ولا سو لي التاري بعد الشيخ احمد بن يز حمد علي رحمه الله ديك الانسان اللي يشو العمرس كل يسعزم القران وبالدليل ان مولانا ربي كرمي انه يتوفى مس الزاويه التفلوح يفتي سيق مسق القمص لا لا ربي يرحمه ان شاء الله حمسنا نسوسف الناس ان شاء الله ايه هذو لان اجتماعات الا اجتماعات الجمعيه انه كل نقسم لجان الا كل لجنه تحمل سيكت المسؤوليه لجنه التنظيم لجنه العتاد لجنه يعني كل لجنه الطبخ باش يعني وكل لجنه يشرف عليها واحد ايه يشرف عليها واحد
يعني انسي والغي معايا قلني مليح. ومن بعد سنوا لي ميت الا مشرف عام جميل يرجع هذه دول نغرس كل شيء إبها. اما سنان وليميت كامور تنظيميه كامور تنظيميه جميل. يعني لهذا يعني لازم تكتف انا نكثر سي الجماعات اما هو حقي باش انا كي شغل شي روتيني يعني باين كل جمعيه كل لجنه عندها الخدمه نتاعها ربي يبارك ان شاء الله كاع يرقزني لان بدن كاقبالي ما رد ناس كاقبالي سليان للمجتمع الحمد لله بدات تزار من الاقبال والله سنواتي ميزاري كان ديسك حنتردد اما يمارو لكن انا تفتش مخطقم ايوه سبحان الله الله يبارك ما شاء الله يعني تميزات كانت تفتش مخنق يقنع الشباب انه شو الهدايا وانت شو الهدايا ان نسيت فيك الحيط التجديد نتحاول نقراك الوجبه من شيء تعد متميزه يعني اسم الحيتي لانه جمله تغرسن يعني من حيث النوعيه والكميه وكذا يمارو الحمد لله يمارو مين قد الدفعه قداش الشباب دينا منشيه حمل ديكم اثنين لكور دمي باش تسجلني ما شاء الله قد هذه وديك الاشاره انه اني ديك المؤشر باللي يعني الا لا تقبل الفكره الحمد لله الا الاستعداد انه وفي النهايه يعني حتى من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الماليه انه الشباب الشومي خديت ما يعول الناس نزوج ادي في ماس باللي من حيث الوالي متى لا يتهنى باش ان شاء الله ديرها الحيط ضدنا فعلا اكيد سبقت يعني في الله شغل خاصه يعني في المصارف الى نعرن قد يعني الوليمه بمبلغ رمزي يشارك فيه يساهم به من صح الحيط اللي تسوق الناس تدارت الجهاز المراسم نيسلانس ديال الحيط ضدنا على الاقل كيني الحمد لله هنني سجني ديس حيط الوليمه هذه هي الحيط ضدنا الا الهاجس تزعلوا كاع عند الحافز الا نتجتني مرة تسجل ما شاء الله بقوه وكذا الحمد لله ماذا بينا لا طامعين في تحفيزات اخرى ما قداس ان شاء الله سلافه قنت سوت الاستاذ منصور الشيخ محمود لنسن باللي الجمعيه امي الله يخذ مامو جبار دزعلو دين تحتاج الى اموال تحتاج الى محسنين تحتاج بلا تكاتف الميداني ومفروغ منه تبرت مارو خاصه المحسنين ربي الحمد لله اللي يفتح في اللسن بتسنتني من هذا المنبر خاصه الا ادي اسس اسره مسلمه الذي عاون باش ادي اسس اسره مسلمه باش ادي عاون الخير يعني وديك الحيط اللي نسى غير باش ربي يعني يكرميني فضل في اللاس ممكن المنبر وانتوج ديك تبرات ممكن يواسي اللي يفضل في اللاس ربي ان شاء الله باش يعود يتساهم ان شاء الله والله يعني قالك يا باغي الخير اقبل يعني ماذا بينا واش يا ربي تفضل في اللاس ودبرد نخير ودبرد نخير خد تعاون بمدن أدكون اسره بالتالي ما خد تعاون بمدن بس أدكون اسره ان كل الحسنات إن الأعمال يخدس من خلال هذه الأسرة مثلا إلا الحسنات ستدول واش يعاون صح فعلا هو عاون ماديا يعاون معنويا يعاون ولو بكلمة طيبة فعلا يعني الخير إلى دس الأسرين إن شاء الله هي أقدر يشمل وبالتالي نشين في المدخولات نتاعنا المشايخ النو شين أنا غد وشين أنا ديك دعوتنا خير ناك ودي الأسلي انت قلان أديق الوليمس يعني بس تزودي حد أستبدد إمي نحتو بس والو وكان يقن يتفضل بنفسه مرحبا وسهلا به يعني يفسن جمعية لنورين وشخص قاع خد يقدم من الجمعية قد نخدم يتفضل يعني خد تعاون بأي يبريد نعاون لنشور وبالتالي يعني ما دابين المحسين دعاون لأن على الأقل نخفوا تاني في بلاصه لان نطلب مثلا نفوس لي مبلغ كذا على الاقل اسنس نقصك يعطيك الصحه لان الناس لي لازم يدفع باش يحس باللي وديت ايش قلنا هذه بالتالي ما ودي قلنا نوال باللي خانصح باللي قمت ويكسب وديت ايش تفضل على هديس هديس وان شاء الله تبقى هذه الامور في السر اكيد على النغم استاذ محمود لنسن باللي لن يغلب مدن والحيدن والحيدن ماديا لاش نغرسن الله غالب اكيد تلي خاتم تسيكورم وبالتالي على رساله المحسنين باش تسند لبعض الحالات الا غير ميسوره الحال الا تندعم الجمعيه على عتقها وبالتالي بها قد يكون المعاونات منافسه في الاجر لان ممسوره كانت فكرت في 2014 يعني لا ذكر بحال الا يجرى ديك المحسن الحق يسمر في العاتق سيق النسي كامل ما شاء الله يعني بلا ودي السن ولا حد ما شاء الله غير ما بينه وبين الجمعيه
ما شاء الله. ومن هذا المنبر يعني ماذا بينا انستقطس لخير ندنو دواسي ان شاء الله يخسر يتبع عمو يتفضل لا نغلب النسيان ولا يوضن ماشي نجم رينا نجم علينا نجم كيما نقولوا ان نيب اللي قال فلان ويجمار يعني فلان واتصمر ولا الا واش يتسان غد واش نقيلوا لحد إلا الامر غير ما بيناتنا داني ما بين الرئيس الكونطابل واحد حد يضلو يتسن مثلا انا ان شاء الله ربي يقبل ان شاء الله في لاكم ان شاء الله صراحه استاذ منصور يعني الوقت خطا معكم في الساعه كان ممتع جدا استفدت منكم ان شاء الله ربي يبارك ان شاء الله في خطواتكم ان شاء الله بتمشي ان شاء الله في ميزان حسناتكم الجنه كوالدي نقيم وضاد ان شاء الله ان شاء الله تلقى ايامات الا ان شاء الله الا ان شاء الله يا رب العالمين بارك الله فيكم ايتما يستمان يوض اللقضه نركن في تسن اللقضه انتم مرحبا انا ان شاء الله تكون متبي معنا طات في الفايده تكمليش الى هنا دلما ان شاء الله.